جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر، واليوم بهذا الفيديو رح طبعا نفتح مهمة جديدة بلعبة بيكي اكس تي، رح اشرح لكم اياها، وكمان بدنا نكمل مهمة تانية رح نحاول نخلصها مع حالي، يعني رح العب مع اسراء بلاي اللي هي انا يعني من حسابي التاني. اوكي طبعا انا هونيكا، يعني حسابي التاني هونيكا بالكريزي ران. طبعا اليوم لا عليكم رح نفتح مهمة تبع انه يجي اليوم كله، يعني تعرفوا يا جماعة انه الاسبوع كامل او خمس ايام بضلوا هيك، او ماي جاد وين راحت، المهم بضلوا خمس ايام هم بيعطونا كل يوم بيعطونا فلوس شوية كوينز وطبعا جوهرتين بظن بكل يوم، وبتكون كمان مع هيك صندوق بيعطوا منها شغله. فطبعا احنا هاد لما نكمل هدول الخمس ايام بعتونا شغله، ها ليكو شفتوا ديلي بريزنس. اوكي رح نضغط عليها ليكو هون بنفتحها، بس قبل لا نفتحها اشتركوا بقناتي كمان حطوا لي لايك مشان نوصل يا جماعه 100,000 يعني باسرع وقت، كمان اشتركوا بقناتي اسراء فلوجز مشان بدي اني انزل لكم فيديو بس خلينا نوصل 10,000 بعدها بنزل. المهم هلا جايز واو 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 لسه انا ما كملت اللعبة لمدة سنة، انا 241 يوم انا عم بلعبها لسه. المهم لعنة رح نفتح هذا الصندوق. اوكي 1 2 3 بنشوف ايش فيه. daily presents collect a total of one surprise boxes earned through the daily reward. اها اوكي خلصنا يا جماعة هاي المهمة، بدي اخذ الصورة انه او ماي جاد صارت هيك. المهم هلا اخذت له صوره وبشوف وين انا. لف اسراء جيمر، هاي 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 كيفك، هاي كيفك، هاي ما لا انت هون. اوكي اوكي رح نروح للبيت براد مشان العب مع حالي، مشان انه 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 نجمع كمان في مهمه بتقول لنا نلعب كثير كثير بيت براد، فانا بدي العب مع حسابي هداك. اوكي اليوم لابسين زي بعض يعني كانه بيست فريند. بعيش يا جماعه بالاحلام النساجيه، المهم مش بيست فريند يعني هديك بس انا وبس يعني. اوكي 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 هارد بروكن يا جماعه، يلا عادي بشوف حالي وين انا لحظه. اوه ليكو هي انا. بدي اتنافس مع حالي. المهم رح ادخل هلا مشان اني العب البيت براد. اوكي الموسيقى نار، هو ربحت وقاعد عم برقص. واو هاي واو اوكي لك. هذا السنو ما ادري ايش اسمه، هو عم بلعب مع حالي. المهم ليكو يلا خلونا نعاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بدنا 11 11 اوكي ما فيش. The answer is 10. واو انا شاطري انا شاطري انا شاطري انا شاطري. اوكي بدي احكي follow me follow me come follow me يا انا تعالي. كما بدي المهم هلا يا جماعه بدي اخلص مهمه انه بشتري كتير اشياء من هون، ما بعرف بقى انتوا حكيتوا لي الشغله اذا اشتريتي اشياء من هون بتاخذي مدري ايش اسمه. المهم يس 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 بدي اشتري او ماي جود او ايو كيف بالله او ماي جود في اشياء نيو ها What is this?
What is this؟ وهي بلا اشتريها مشان اعرف شو هي اصلا. مهم بشتري شغلة رخيصة. اوكي 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 بشتري هاي بشتري 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 هاي وبشتري هاي. لا هاي اخضر، بحب اللون اخضر. وخلص خلصت. ياس شفتوا يا جماعة كمان اعطوني هاي، انه بقولوا انه ها اشتري كتير اشي. اوه اعطوني، اوه شفتوا يا جماعة اعطوني اثنين شغلات. شو هاي؟ اوه ماي جاد ام سو اكسايتد تو. والله قلتولي يا كثير بحبكم يا احلى متابعين، قلتولي ضيعي 1000 تيكت. واو 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 او ماي جاد او ماي جاد. راح يعطوني شيك مش شي يعني، بس هذا اوكي. A nice chart purchase one star for furniture item using tickets. في كمان هون شغلي. اوكي نشوف. Tickets well spent. شو هاد؟ Purchase three star for furniture item using tickets. واو مرة 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 حبيت الاسيو. يعني كيف بيشجعونك بس انك تلعب بيت براد وتضيع فلوسك. يا جماعة فكري، نسيت ما قلت لكم انه مبارح ضيعت جواهر كتيرة او فلوس. يا جماعة مبارح اعطوني هاي بوين از فان، يعني انه سبند ما بعرف كم هذا العدد. لحظة، 1 2 3 1 2 يعني 10,000 كوينز. ياي يعني 10,000 كوينز. 10,000 واو بعرف اقرأ الارقام. لا عليكم يا جماعه بس عم بمزح. المهم سبيند هون في انه 10,000 كوينز كوميوليتيف، ما فهمت شو هي. المهم بورن از فان يعني انه الاشتراء مره مره حلو. لحظه الشراء بقصد. يوه كم هذا عدد؟ 1 2 3 1 2 3 100,000 كوين. اها 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 اوكي اوكي بس انا ما ضيعتهم يعني. ايش انا ما بشتري كثير اشياء، فلك لك خلوا اشتري اشياء. اوه هي بدها تصير يعني بس كانه اشياء. مره حلو مره 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 حلو مره حلو مره حلو. واو بحس كانه عندي بيست فريند. واو مره مره كثير حلو. واو مش مصدقه صارت عندي بيست فريند يعني بس بالصوره. المهم اوكي اوكي واو جايز مرة حلوة. ياه 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 وو شو حلو. بدي احط هيك ستارز اشياء كتير حلو. شو حلوة يا جماعة الصورة، بنزلها لكم. روحوا حطوا لايك، بنزلها هلا. هاي اخر صورة بنزلها لليوم. يب 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 اوكي لكم هاي الصورة، هاي كواليس الفيديو هذاك. واو جايز نزلت الصورة مرتين. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. لك خلص 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 يا الله. ايش صاير اللعبة شكله علقت؟ ما بعرف يا جماعة بس شكل اللعبة علقت. المهم طبعا يب يب يب. المهم زي ما شفتوا يا جماعة طبعا بدي اقولكم، بدي اشرح لكم بعض المهام اللي انا بعرفها، انه لازم انكم تجمعون اكتر من 1000 فولورز رح يعطوكم كتير كتير اشياء. لازمكن كمان كثير لايكات، بيعطوكن كمان بوستر فيها لايك. انا عندي لازم انكن تجمعون الحيوانات النادرة، الفاير فوكس واليونيكورن وكمان بلاك بانثر. دول لازم تجمعونهم، يعني لازم تشترون يعني لازم انكن تجمعون كوينز مشان انكن تشترون البيضات مشان يطلعوا لكم دول الاشياء. فهون بتربحوا بهاي الحالة، اذا سويتوا هاي الشغلة بتربحوا شغلتين، بتربحوا spend the coins وبتربحوا كمان مهمة تبع collect 3
legendary pets. فهاي ال collect 3 legendary pets بتعطيكم يونيكورن كبير، وكمان الحيوانات يعني لازم تجمعون كل الحيوانات يا جماعة بهديك اللائحة كلها. هديك البار هديك اللي عم يفتشوا فيها، عرفتوا؟ يب. هونيك يا جماعة لازم تاخدون كل الحيوانات، لازم تجمعونهم. بعدين جايز كمان لازم انكم تشحنون او تجمعون جواهر وتضيعون مرة كتير فيهم، يعني لما تشحنوا تجمعون تشترون كتير اشياء. انا هلا عندي 3000 جوهري وبس، وما بضيع الصراحة. لازم اسوي فيديو اضيع الجواهر افلاس تايم. في ملابس لسه ما اشتريتها بظن، لازم اشتريها مشان اني اضيع الجيمز دولا. طبعا كمان في مهمة انه يدخلوا كتير اشخاص على بيتكم. في حد اقصى هو 200 شخص ببيتكم، يعني مش الوقت نفسه. مثلا يا جماعة اليوم مثلا دخلوا 10، غدا مثلا 10، مثلا بعدين غدا 100، لا مش 105، وهيك يعني لحد ما تجمعون 200 فيزيتورز بعتوكم شغلة فيها، يعني كأنه هيك عرفتوا يا جماعة هديك الشغلة شو بيسمونها، هديك اللي هيك وهيك مستطيلة بيمشون فوق منها. ال 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 والله السجادة الحمراء وبتكون عليها هيك أشياء ذهبية ومدري إيش، كأنه اللي عم يمشي عليها الملك أو مدري إيش اسمها. المهم بعتوكم ياها. وكمان يعني اشتروا كتير، عرفتوا لما تروحون تحلقون شعراتكم بالهير سالون اشتروا كتير اشياء وكتير الوان، وضيعوا فلوسكم عادي مشان يعطوكم شغلات كتير حلوة. وبس طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم اللعبة. علقات ما تشوفون حطوا لي فولو. يا اخيرا رجعت، لا ما رجعت يا جماعة، حطوا لي فولو هون على اسم حسابي هذا. تعال اطلب يس، اخيرا رجعت، اخيرا. المهم طبعا ست اشخاص حطوا لي لايك، وانا ما شفت. اوكي طبعا جايز حطوا لي كمان هون فولو، كمان حطوا لي فولو بلحظه. ما سويت منشن. المهم حطوا كمان فولو لدانا، وكمان حطوا فولو خلص الكل، واحكوا لي اذا هاي الصوره حلوه، هي احسن صوره بالنسبه لي، مره بتجنن مره. المهم جايز طبعا لا تنسوا اشتركوا بقناتي وحطوا كتير لايكات. بس بحبكم كتير. بس بوي، احكوا لي اسماءكم ارقامكم مشان اني احط لكم فولو، يا واضيفكم اذا بدكم. يس بوي.